ديانا الغاني، عندي كلام مهم جدا يخص منتخبنا الوطني. النهارده احنا بنتكلم في 22 نوفمبر، يعني ما يقرب من حوالي شهر ونص على موعد انطلاق كأس الأمم الإفريقية، يعني من 45 إلى 50 يوم. الانطلاقة يوم 13 يناير، فبنتكلم في 50 يوم بإذن الله على بداية مشوار منتخبنا الوطني في كأس الأمم الإفريقية. مجموعة مصر كلنا عارفين بالتأكيد، غانا، موزمبيق، الرأس الأخضر. مجموعة ليست سهلة وليست صعبة، مجموعة متوسطة، ولكن في تفاصيل مهمة جدا تخص المنتخب الوطني في الفترة اللي جاية. وفترة الخمسين يوم أو الخمسة واربعين يوم المقبلين، يعني المفروض الفترة اللي جاية يكون الجهاز الفني والإداري بيشتغل على التحضير لهذه البطولة. أولا أنت بتلعب بطولة في منطقة غرب إفريقيا، ففيها تفاصيل كتير قوي محتاجة شغل كتير وتنسيق مهم في الفترة اللي جاية. بداية في الشق الفني، رسميا قائمة كل منتخب هيشارك في كأس الأمم الإفريقية الحد الأدنى 23 لاعب. ولكن إذا كان لدى أي جهاز فني الرغبة في زيادة القائمة إلى 27، يحق لكل منتخب إضافة 4 لاعبين خلال البطولة. وبالتالي هذا شرط اختياري وليس شرط إجباري. القائمة الأساسية لمنتخبنا ولأي منتخب في كأس الأمم 23 لاعب. ولكن بعد طلبات عديدة قدمت للجنة المنظمة لكأس الأمم في الكاف وافق على زيادة العدد اختياريا وليس إلزاميا، من 23 ل 27، يعني هيبقى فيه 4 لعيبة زيادة. الأربع لعيبة هيتعاملوا زيهم زي 23 في البطولة، يعني النهاردة أنت هتلعب مع غانا اخترت 23، جيت تلعب الرأس الأخضر ليك الحق إنك تغير من ال 23 في الأربعة الإضافيين اللي موجودين، فبالتالي الأربعة مع ال 23 موجودين في البطولة من دي 1 مفيش أي مشكلة. ولكن كناحية إدارية، الاتحاد الأفريقي لن يتحمل نفقات وسفر إلا 23 لاعب فقط. وبالتالي فيتوريا هيختار 23، شاف إن ممكن يضم الأربعة، أوكي هيضم الأربعة ويتعامل خلال البطولة بالاستفادة من الأربعة مع 23. ولكن تكاليف سفر الأربعة اللاعبين الإضافيين وتكاليف الإقامة وكل شيء هيبقى على حساب الاتحاد المصري، مش على اللجنة المنظمة المحلية ولا على الاتحاد الإفريقي. في اتحادات ممكن يعني تأيد 23، في اتحادات ممكن تأيد 25، 27، كل اتحاد وليه الحرية المطلقة، ولكن ليس إجباريا إنك تأيد 27 لاعب. طيب الجزئية الثانية،